السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مع الدرس السادس من الكتابة الأكاديمية From A to Z, Academic Writing From A to Z. هذه السلسلة إن شاء الله اللي نقدمها كل أسبوع، ونتناول موضوع في كل أسبوع إلى أن بإذن الله نكمل المستوى المتوسط، ثم بعد ذلك عندنا مرحلة قادمة بإذن الله للوصول إلى المستوى المتقدم وإن شاء الله يعني بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. Today I'm going to talk about, we say, descriptive paragraphs. طبعاً في كل هناك أنواع كثيرة من الكتابات الأكاديمية أو من أنواع الكتابة الأكاديمية. نحتاج اليوم we are going to talk about اللي هو كيف نقدم وصف لشيء أو describing something. Descriptive paragraphs تتميز عنها أنه عن يعني بقية أنواع الكتابة الأكاديمية أنها تتحدث عن الأشياء التي تمس المشاعر أو الأشياء التي تمس our feelings، يعني بصورة عامة يعني الشعور. هناك بعض الآراء اللي هي لها علاقة بمشاعر الكاتب مثلاً من أجل إيصال رسالة ما إلى القارئ أو المشرف أو إذا كان هناك موضوع. طبعاً هذه الكتابة تكون هناك في بعض الأحيان في بعض الدراسات الإنسانية، ليست الدراسات العلمية فقط طبعاً نحتاجها، لكن أيضاً مع الدراسات الإنسانية كاللغات وعلوم النفس مثلاً وعلوم الاجتماع إلى آخره نحتاج بهذا الشكل. فاليوم راح تأخذ شوية طابع يختلف عن الحصص الخمسة الماضية، لكن حتكون إن شاء الله فيها فائدة وفيها تمرين، وحتكون هي عبارة عن منعطف بإذن الله نستطيع من عنده نتوجه إلى أشياء ذات تقدم أكثر. Today I'm going to start with this. Of course, if you are looking at the screen, now we have this black and white pick a photo. Yes, Hatem. Just a minute. Okay, you are the host now, Hatem. So this photo, black and white, it depicts an apartment or a house where you can see there is a corridor and there is some, we say, well, there is a big stairs going up. هذه القصة اليوم, this is the story of today, or not story, we say, a scene, هناك مشهد, is going to be described by the writer لهذا المشهد الذي أمامكم. يعني قد يبدو هو مألوف، أكثر البيوت فيها هذا الشيء، سلم و أوكي anyway. فإذا حنبدأ مباشرة. ففي البداية راح نأخذ هذا الجدول الذي أمامكم الآن، هذا الجدول اللي هو spatial order organization. كيف راح تكون القطعة منظمة؟ spatial order signals, topic sentences for descriptive paragraphs, supporting sentences for descriptive paragraphs and paragraph unity. حنتكلم من هنا اللي هو كيف حيكون عندنا الحركة في هذه الجمل أو كيفية يعني كيفية وضع المكان وصفه بشكل منطقي بحيث يستطيع القارئ أن يكون فكرة على الشيء المقروء المكتوب. حنتكلم على طول هنا the stairway، هي هذه الباسج هنا. Someone talks about his memories، يتكلم عن ذكرياته هذا الشخص، وهنا يصف اللي هو السلم او الدرج الذي موجود في البيت، stairways اللي هو stairway او the stairs going up upstairs اللي هو امامكم في الصوره الان. هذا الكاتب ببراعه سيشرح هذا الشيء، ليس فقط المكان but plus feelings اللي هو قلنا عليها النقطه الرئيسيه في الديسكربتيف، قلنا في الديسكربتيف paragraphs اللي هي to convey messages and feelings. شوفوا هنا كيف يبدأ. طبعاً مع الديسكريبتيف لازم تخلون يعني we have to have
two major aspects. عندنا خطين رئيسية اللي هو time and place. Time مهم جدا and place. يعني عندما نصف الشيء paragraphs خصوصا situations ولا كذا you have to mention time لأنه time عنده محور رئيسي في فهم الكذا. ثم place وصف المكان. فحننتقل الآن اليوم بعد ما حنقرأ هذه ثم نبدأ بتحليلها. ليست صعبة طبعاً لكن الفكرة أنه كيف نأتي بشيء مهما كانت درجة الصعوبة لهذا الشيء أو لهذا الوصف أو لهذا الموضوع لكن نقدمه بطريقة سهلة، طريقة متاحة للقارئ، طريقة متاحة للسوبرفايزر اللي هو المشرف من أجل أن يفهم هذا الشيء. Any ambiguity, any difficulties leading to ambiguity is rejected. أي صعوبة تؤدي إلى عدم الفهم أو سوء الفهم أو اختلاط المعاني يستبعد تماماً من هذا descriptive writing. خلينا نشوف القصة ماذا تقول. When I was two, this is not a story, but لكن جزء من حياته يصف هذا المكان، هذا البيت وهذا الدرج أو السلم اللي يصعد إلى الدور الثاني. When I was two or three years old, I lived in a house that had a strange atmosphere. I do not remember anything about the house except the stairway. When I was two or three years old, بدأ في الماضي الزمن, I lived in a house that had a strange atmosphere. فمن هنا بدأ في topic sentence يعطينا مقدمة about why this house has a strange atmosphere. What is the strangeness is here? Okay, شنو in here? What kind of strangeness? لماذا سمى بال ذو مناخ غريب أو في أجواء غريبة. I do not remember anything about the house except the stairway. إذن هنا على طول يقطع من topic sentence يجي إلى supporting sentence ويحدد على الهدف لهذه الparagraph. I do not remember anything about the house except the stairway. إذن لا أتذكر أي شيء من هذا البيت أو من بيتي الذي نشأت فيه إلا هذا الدرج أو السلم الذي يرقى إلى الدور الثاني. هنا تحديد هذه specification فمن topic sentence إلى supporting sentence إلى details مباشرة. Okay, it was dark. Okay, squeaking and quiet narrow. And these steps were a little high for me to climb up. إذن أول ما بدأ بوصف الأجواء اللي هو dark, squeaking عندما تضغط عليه لأنه خشبي يطلع نوع من الصرير أو نوع من الأصوات لأنه خشب فيطلع صوت. Quiet narrow and its steps were a little high for me to climb up. طبعا هو كان طفل فأكيد الدرجات صعبة شوية عليه أنه يتسلقها. هذا كله وصف. إحنا الآن نعيش أجواء descriptive paragraph. From the bottom of the stairway, it seemed like an endless climb to the top. طبعاً يعطيك شعوره هنا من التحت إلى فوق أنه لا نهاية لهذا التسلق. Beyond the darkness at the top of the stairway, there was an elegant middle-aged lady leaning against the wall. لاحظوا وصفه هنا يقول لك خلينا من الـ من الـ darkness من العتمة هناك lady هناك middle age في متوسطة العمر أو متوسطة العمر معناه في الأربعينيات leaning against the wall أي مائلة ومتكئة على الحائط. I had to pass her every time I went to my room for my room was the first room beyond the stairs on the second floor. إذن كل ما يصعد لازم يمر من هذه السيدة المتكئة على جانبها على الحائط ليذهب إلى حجرته. هنا انتقاله من وصف darkness وصف إلى عنصر آخر اللي هو السيدة المائلة أو المتكئة على الحائط. بعدين يبدأ يصف هذه السيدة ليش إنه هي اللي كانت يقول بالرغم من الظلام كان هناك هذه السيدة المتوسطة العمر
أو في خريف العمر يعني middle aged، اللي هي تقف تنتظر تقريبا كل ما يصعد إلى حجرته. Okay, the lady wore a beautiful dress with a quiet pattern and a tinge of blue, and her peaceful eyes stared at me every time I went up the stairs. هنا كانت مرتدية ثوب أزرق جميل، و مع أهم شيء من عنده هو عينيها التي تركز عليه. طبعا هنا كطفل صح قد تبدو يعني جميلة كذا، لكن هو يركز على شيء اللي هو العينين. Her eyes, as I carefully climbed up the last step, her eyes became fixed on me. She didn't talk, nor she did move. لاحظوا لازم نقولها في الماضي طبعا، لم تتكلم ولم تتحرك. She just stood there and watched me climb up the stairs. لم تتكلم معه ولم تتحرك من مكانها، لكن كانت هو في رأيها أنها تراقبه وهو يصعد لحجرته. One day I touched her. Okay. هنا تطور في المشهد. تطور ينقلنا من ناحية الوصف إلى الأكشن، إلى الحركة. One day I touched her. لمسها. But she didn't react. لم تظهر أي رد فعل. Her face didn't change. هو طبعاً كطفل حاول أنه يعمل تواصل مع هذه السيدة، لكن شكل وجهها لم يتحرك. Change expression. Nor did she even blink. حتى عينها لم تطرف. طبعاً هنا بدأت الأمور تأخذ منحى آخر. من هذه السيدة التي حتى أي طفل يلمسها أو كذا لا تتحرك. She just kept staring at me. Staring هنا ليست ينظر، لكن هو في البداية قال looked، لكن staring الآن هنا تغيرت إلى أن يحدق، لما شخص يركز علي عينيه عليك اللي هي عملية التركيز أو التحديق. Staring at me. She just kept staring at me with her glittering eyes. مع عيونها اللامعة. Later, we moved out of the house and I never saw her again. انتهت القصة إلى هنا، ثم انتقلوا إلى بيت آخر ولم يشاهد هذه السيدة مرة أخرى. هذا كله بدأ في الماضي، ماضي 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 ماضي، ثم انتقال الآن إلى نهاية الديسكريبشن. Now, الآن انتقل إلى زمن آخر. لاحظوا time consistency هنا. بدأنا منذ البداية، بتكلم technically يعني، كله في الماضي البسيط. هو صح يسرد علينا القصة، لكن يسردها في زمن الماضي. To describe the situation when he was a little child. Now I know that the lady was a mannequin. المانيكان اللي هي المانيكان اللي هي عبارة عن مثل اللعبة، ويتم إلباسها ملابس جماعة الخياطين أو جماعة الديزاينرز اللي هم اللي يعني صمموا الملابس، يحتاجون إلى جسم شبيه بالجسم البشري للكرة. فإذا هذه القصة كلها وهذه أفكاره وخياله وتحدق به ومش عارف شنو، كانت عبارة عن دمية للملابس أو دمية أمانيكا. My aunt who lived in the house used it for dressmaking class. كانت عمتها أو خالتها تستخدمها في دروس التفصيل أو تفصيل ملابس. I didn't know my mother. Maybe I imagined that the mannequin standing at the top of the stairs was my mother. إذن هنا نقلة أخرى. لماذا هذا الاهتمام بهذه السيدة؟ Because he didn't have a mother. لم يكن عنده أم، فهو يعتقد أنه she was his mother. I imagined that the mannequin standing at the top of the stairs was my mother. The stairway with the strange atmosphere has an important place in my earliest memories. هنا الخلاصة. الخلاصة ما هو سبب اهتمامه؟ وصف 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 وصف. ثم we have to give the conclusion. عندما نصل إلى conclusion we have to sum up. لازم يعطيني شيء. يعني conclusion أو summary في الحصص الماضية we summed up the main ideas. The main ideas we had in the text. يعني إذا كان تكلمنا عن العرس في هاواي اللي هو الكالتشرال
issues and backgrounds and social issues. كانت الملخص أيضا يتكلم على cultural social issues. هنا لا، هنا يعطيني سبب اهتمامه في هذه المانيكان أو لماذا هو يصف هذا المكان المظلم ذو الدرج الطويل الذي هناك سيدة دائما متكئة على الحائط تنظر له وتحدق عليه بعينيها وملابسها جميلة رغم أنه حاول أن يتصل معها لمسها أو كذا لم ترد عليه. كل هذا وصل وين؟ في الconclusion. I imagine that the mannequin standing at the top of the stairs was my mother. إذن كل هذا الاهتمام باعتقاده أنه كانت his mother. ثم سيلخص الأجواء الغريبة التي كان يعيش فيها بذلك البيت. The stairway with the strange atmosphere has an important place in my earliest memories. إذن هذا المكان الغريب بأضواء المعتمة كانت لها موقع أو مكانة مهمة في بداياتي أو في ذكرياتي. هذا الكلام، هذه الفقرة الأولى، this paragraph، حتقدمنا إلى paragraph ثانية. فمن أجل أن أنتقل إلى paragraph الثانية لازم أعطي إشارة للقارئ. I'm going to develop this. فهو أعطانا البداية بالضبط. كان هناك بيت، كان هناك كذا، هذا الموقف. شرح لماذا هو مهتم، عبارة عن سيدة متكئة على الحائط. طلع لا، هو كان يعتقد أن أمه. لم نعرف هذا الكلام في البداية، بل وصلنا للconclusion. من هذه النقطة أضاف نقطة أخرى to develop the text، من أجل أن يطور التكست مرة أخرى، اللي هو that place, that stairway with a strange atmosphere has an important place in my earliest memories. قد تأتي القطعة اللي بعدها تلحق بالمعنى الأول الذي يتكلم عن الميموريز، قد تكون ميموريز في المكان الثاني وهكذا. لكن الذي يهم هو الترابط المنطقي ما بين البداية، الوسط، النهاية. التدرج، الوصف، وصف المكان، قلنا place، and we describe the feelings، يعني يصف عدا وصف المكان. You have، يعني احنا ممكن حصلنا فكرة. يعني انا كنت ناوي بصراحة لما ابدا الشرح ابدا بالباراجراف ثم اجيب لكم صورة يعني الدرج اللي امامكم، لكن هو الان ضيق. لو تشوفوه شبه مظلم معتم، وكان هناك من يتكئ في نهايته في الطرف الاخر من السلم او الدرج. اوكي. وهو يعتقد انه امه في نهايه كل يوم تنتظره عندما هو يذهب الى غرفته. هناك his mother was waiting for him، لكن it wasn't his mother، it was just a mannequin. anyway، يعني هذه اللي يعني هذه بعض الاشياء. إذا نجي نسأل سؤال مثلا، هل غطى الأتموسفير؟ هل هو غطى كلمة أتموسفير؟ يعني إذا احنا نسأل سؤال هنا، If I ask you, does the writer cover the issue of the atmosphere؟ هل هناك غطى كلمة الأتموسفير أي الأجواء المحيطة؟ ما هي الأجواء؟ البيت، العمر طبعا، عمره، الأجواء، البيت، وحتى وصف الدرج أنه ضيق ويصدر صرير، هناك صوت عندما إذا أحد بكم جرب يعني يصعد على سلم من خشب أو درج من خشب يعني داخل مبنى، هناك there is يعني اللي هو squeaking، they call squeaking، نوع من الصوت. فهو ذا يصف الأتموسفير. أضف إلى وصف هذه السيدة وطريقة تحديق، أول مرة النظر ثم التحديق ثم اللمس وهكذا، هذا كله يصف الأتموسفير. وانتهى الأتموسفير في النهاية أيضا، the stairway with the strange atmosphere. إذن بدأ في الأتموسفير في البداية وشرح وتكلم عليه، ثم وصل أيضا إلى النهاية إلى الأتموسفير. هذه الطريقة اللي الديسكريبشن، أهم شيء you have as I said to describe the place، المكان، and the feelings، things related to this. السؤال الثاني، how does هنا the writer describe the stairway؟
إذا هنا أيضا باعتباره هو قلب ال passage، فإذا describe the stairway بهذا الشكل. When the writer first describes the woman, is he looking up at her or down؟ طبعا عندما وصفها بدأ يصفها هو من تحت، ثم شوي شوي يقترب، ثم يمر من جانبها إلى أن في يوم من الأيام لمسها، يعني باعتبار no he was يعني he was thinking of having a communication. Okay, spatial order. هنا راح نتكلم على ال signals، الأشياء اللي هي تصف المكان. يعني عندما نصف مكان بشيء أو نصف descriptive، فيجب أن you have to give me the signs اللي هي ال signals اللي تدل على هذا المكان. طبعا المكان مقسم اكيد في اي مكان، ثلاثي الابعاد، في الطبقه السفليه مثلا، في التوب، في الميدل، في او في البوتوم، في عندنا الميدل وفي التوب. فعندنا شوفوا هنا سبيشال اوردر سيجنالز، عندنا ات ذا توب، ان ذا سنتر، اون ذا ليفت، ان فرونت اوف، ان ذا فرونت اوف، انسايد، نيكست تو، بتوين، بيهايند، ان باك، ان ذا باك اوف، اكروس. طبعا هذا الديسكريبتيف اللي هو ديسكريبتيف هنا، انا الان راح اربطه بموضوع اللي هو الكتابه الاكاديميه كجزء من هذا الديسكريبتيف، ياتي في امتحان الايلتس. يعني الايلتس عندنا ديسكريبشن، ديسكريبتيف. هناك نوعين من الامتحانات اليوم احب اتطرق لها كمثال على السريع، يعني كمثال. المثال الاول حتكلم عليه في الايلتس، والثاني والنوع الثاني الـ OET اللي هو الـ Occupational Examination Test، اللي هو الخاص بامتحان الأطباء والممرضين والناس اللي هي في القطاع الصحي. أوكي، لهم أيضا امتحان، أيضا عندهم جزئية في الكتابة to describe a situation، يعني تصف حالة مريض بالضبط، كيف تصف الحالة، كيف تصف الـ symptoms، كيف هناك وصف. فهذا الوصف هناك في تراتبية. ما هي التراتبية؟ اللي هي spatial order signals، يعني لا تستطيع أن تصف مثل ما يصف شخص عادي، لا، إذا وصفت مثلا مريض patient لازم تصف الـ appearance الخارجي اللي هو من الوجه، ثم اليدين مثلا، أوكي، ثم مثلا إذا الوجه واللسان مثلا والعينين، إذا كان هناك وصف تراتبي spatial، هناك لازم يكون في مسافات، ثم معها signals. signals معناها to give me the feelings. أنت بعد ما شفت العين باللون كذا ماذا تفهم من كذا؟ فإذا كان مثلا إذا كان عنده حرارة ماذا تفسر هذه الحرارة؟ وهكذا descriptive. مثل ما حصل في القصة، بدأ من وصف السلم أو الدرج من الأسفل إلى الأعلى، ثم بعد ذلك نظرته إلى هذا السلم شنو كان يعني لي، يعني لي انه كنت there was his mother. في النهايه عرفنا ديسكريبتيف في الاكاديمي، لا، الاكاديمي مع المكان ياتي البيربس اور ريزن اور ريزلت. اذا place نمبر 1، بيربس، ريزلت، ريزن. هذا في الاو اي تي، امتحان الاوكيوبيشنال اكزامينيشن تيست. والمثال الاسهل اللي حضربه الان هو من امتحان الايلتس، راح اشوفكم شيء الان. طبعا هذا مشهور جدا على مستوى الناس اللي مثلا دخلت امتحانات او درست في امتحانات. ساعطيكم الان مثال عليه بهذا الشكل، اللي هو الديسكرايبنج illustrations كما موجود. يعني امامنا هنا مثلا، كما هفتح الشاشه بس نعمل الريزيوم شير. اوكي، هنا عندي هنا امامكم اللي هو الديسكرايبنج ديسكريبشن موبايل فونز. طبعا هنا في الوصف الذي امامكم، the illustrations show two stages in the development of the mobile phone. سؤال من اسئله الكتابه الاكاديميه، عندنا هاتف، as you can see، النوع القديم والنوع الجديد. ناخذ القلم. اوكي، فعندي this is contemporary اي الحديث، وهذا هو القديم. ما الذي
يجب أن نكتب عليه اللي هو the place المكان and the function or purpose or result. فإذا تكلمنا مثلاً تكلمنا عن الـ earphone هنا. هناك earphone و earphone. الـ earphone هنا top وهذا أيضاً في top. لماذا؟ To enable the speaker or the user to put it next to its ears. فهنا عندي function. أو هنا مثلاً كما الموجودة الكاميرا في الوسط مثلاً. مثال. فهنا حتقول لي هنا the place. حتقول لي middle. The place حتقول لي middle مثلاً. Middle. وعندي حاجة اسمها the purpose or function. لماذا the purpose؟ فهنا حنحتاج الوصف. بعد ما تصف المكان تعطيني the purpose, the result. مثل ما عمل صاحبنا أعطانا وصف الدرج مكانه ثم the purpose اللي هو كان purpose من الدرج أنه يصعد كل يوم إلى حجرته والريزلت التي حصلها من هذا الدرج أو من هذه التجربة اليومية أنه كان يعتقد he thought that his mother was waiting there for him. Okay, anyway, as a kid, يعني كطفل عمره سنتين أو ثلاث سنوات يعتقد أنه هذا الشيء هو أمه. هذا الريزلت. إذن هناك place, هناك purpose for this place and a result. طبعاً في هذه الجدول الذي أمامكم أو هذه النوعية من الكتابة كمختصر يعني فقط يأتي معها جدول. هذا الجدول لو تلاحظون في نفس الفكرة الرئيسية اللي تكلمنا عليها اللي هي to describe the position. فعندي كلمة position ثم بعد ذلك عندي كلمة purpose. ففي البداية position, top, middle, okay, bottom for example, في الأعلى, في الأسفل, في الوسط, على اليمين, على اليسار. والpurpose اللي هو الغرض من هذا الشيء عشان من أجل أن نوصل the idea of description. ومثل ما قلنا description يأتي مع مشاعر الشخص, مع أفكار الشخص مثلا. يعني مثلا إذا نقول مثلا هنا هما تليفون, both of them are telephones, اثنينهم تليفونات, لكن ما هي المشاعر التي أنا أو المعلومات اللي أريد أضيفها على الكونتمبرري, هذا اللي هو الحديث الأحدث من النموذج القديم. فحتقول مثلا it's more versatile, هناك نوع من التنوع, internet, video cameras, you can send emails, you can have, you know, you can communicate with others. Not only it works, does it work as a telephone, but it also as a multimedia we say device. إذن هناك في عدة أشياء ممكن. وهذا هذا الشيء لا يعتمد أيضا على مثلا العشوائية أبدا. إذا نتكلم عن الجزء العلوي هنا لازم ننتقل بعد إلى الوسطي ثم إلى الأخير. ليش؟ To make it clear. مثل ما حصل معنا في الباسج التي هي أمامكم الآن, حرجع لها مرة ثانية. أوكي, راح أرجع اللي هنا اللي هو بدأ started from the bottom of the stairs, من الأسفل, going up, yes, every day, going up, okay, climbing the stairs to his room. هذه هي الطريقة. فإذا أيا كان هذا النوع, عندي strategy تبدأ بالorder, عندك spatial order, ثم spatial order signals اللي هي تعطيني علامات إنه هذا الترتيب اللي هو at the top, on the right, on the left side, at the bottom مثلا, in front of, behind, وهكذا, من أجل أن تخلي القارئ يتبع أو يتتبع هذا النوع من الكتابة. أوكي, إلى حد هنا أحد عنده أي سؤال؟ أحد عنده؟ أوكي, أي سؤال؟ حنتقل إلى أمثلة أبسط يعني بعد شوية, ثم من هذه الأمثلة ننتقل, ثم يستطيع بكم كل واحد أن يتخيل هذه التراتبية وتصبح جزء من تفكيره
الأكاديمي في خلال الكتابة الأكاديمية. يعني هي في النهاية لا يوجد عندنا مثلا نسق مثلا يقول لك يا أما هذا النسق أو لا، لكن كل واحد بيكون المهم يحافظ على المعيار اللي هو ال place. You have to describe the place، المكان. Then by spatial order، بهذا الوصف المكاني تصف أنحاء المكان، شمال جنوب إذا كان هناك directions، أعلى أسفل إذا كان هناك شيء في محتوى، يمين يسار فوق تحت وهكذا، مع ال purpose and result إذا كان هناك شيء محطوط على اليمين لماذا، ما الغرض منه وهكذا، كان محطوط بشكل كذا the purpose. هذا يسمى على فكرة when you show the purpose، بس حنكتبها هنا لأنه مهمة جدا. When you show the purpose، ليش ما يكتب purpose or results، هذا يسمى بال development، ال topic development. topic development. أي موضوع أكاديمي if it is not developed well it's not an academy, it's not academy, it's not يعني سيفقد من ال coherence cohesion أي الفهم والربط، ومن ال task response أو الاستجابة لهذا التاسك. ما هو استجابتك؟ أوكي، هل الاستجابة جيدة؟ هل هي غير جيدة؟ هل هي واضحة؟ هل هي مبهمة؟ هذا كله يسمى في topic development باتباع الطريقة اللي احنا قلنا عليها التراتبية. نبدأ بالمكان، ثم من المكان نضع هذه العلامات اللي هي signals، ثم we show the purpose, we show the result, we show the reason behind these issues. Okay. حنبدأ الآن مثال بسيط جدا. على فكرة قد يقول البعض يعني هذه المواضيع تعتبر سهلة. أنا لا، على فكرة الصعوبة ليست في الموضوع، الصعوبة في طريقة طرح الأفكار. يعني إحنا إذا المبدأ عندي غلط، أي مبدأ يعني أكاديمي عندي خطأ فيه، مهما كان إن شاء الله أنت خبير طاقة نووية، إذا لم يكن المبدأ عندك مبني على أسس صحيحة، أسس صحيحة، لن يعتبر المبدأ صحيح، لن يعتبر كلامك صحيح، لن يؤخذ به ككلام علمي. فإذا المبدأ عندي the most important thing is to have the principles، عندي المبادئ، هذه الأساسيات لازم نشرحها بطريقة سهلة. قد تكون مرة تكلمنا على عرس في هاواي، تكلمنا على الزو اللي هو الانيمالز ان كابتيفيتي، الحيوانات في الأسر، نتكلم مثلا عن الآن عن شخص يصف بداية حياته في بيت قديم ودرج يصعد، قصدي المهم يبقى المبدأ عندك. لما يبقى المبدأ صحيح كل الأخطاء التي ستحصل يقولونها technical issues، technical يعني ممكن تلافيها أو ممكن تعديلها أو حتى ممكن قبولها مثل ما هي رغم أنه فيها أخطاء، لكن تغير الأساس وأصبح غير واضح، no. هنا معناها يسموه there is an academic we say يعني fault، يعني اللي هي فاول، هناك مثل فاول أو اللي يقولوا له الخطأ في كرة القدم، لازم يتوقف اللعب، لازم يتوقف فاول، هناك حصل فاول إذا لازم يتوقف، والفاول حسب الخطأ، إذا كان خطأ بسيط ففاول بسيط، زاد الفاول بقوته تحتاج إلى إنذار، ممكن يصل حتى الطرد، يعني طرد، ليس هناك طرد في الأكاديمي، لكن يقول لك يرفض البحث، يرفض الأساس الأكاديمي الذي كتب عليه. أوكي، هنا عندي اللي هي سؤال practice number one. Find and align spatial order words and phrases used in the model paragraph, the stairway on page 61. Add them to the spatial order signals chart. عندي هنا الجمل. My bedroom at home is my refugee from the outside world. The campus of our school is like a small city. The cafeteria at lunchtime is the school social center. شنو الرابط ما بين الجمل الثلاثة؟
طبعا كل واحده topic sentence، يعني topic my bedroom at home is my refuge from the outside world. بعدين يجي يتكلم على the campus of our school is like a small city، اللي هو المبنى المدرسة. The cafeteria at lunchtime is the school's social center. ليست relative close. No, no. ليس relative هنا أقصد، لكن هل العنوان واضح؟ مثلا ماذا سيؤدي بعد ذلك؟ My bedroom at home is my refuge from the outside world. ماذا سنكون هناك؟ هل هناك، هل الجملة واضحة؟ هذه topic sentence، هل topic هنا واضح؟ كtopic. What do you think he is going to talk about؟ إذا كان أحد عنده إجابة. طبعا احنا قلنا topic تبدأ بجملة شاملة، بجملة عام. ما الذي حيكون بعدها مباشرة؟ My bedroom is my refuge. Okay, or refuge from the outside world. My refuge معناها ملاذ، مكان معزول، مكان اللي refugees اللي هم بيقولوا لهم اللاجئين. Is my refuge from the outside world. إذا هنا صاحبنا يعتبر حجرته مكان الذي يستطيع أن يعني يلجأ إلى في من العالم الخارجي. فمقارنة ما بين الروم and the outside world، مقارنة كبيرة. شنو حتكون الجملة اللي بعدها؟ He's going to describe the bedroom. يعني أنت ما تقول له هذا كلام كبير مثلا، يعني شنو حتكون my refuge؟ يعني أنا من العالم، من أجل أن أهرب من العالم أذهب إلى حجرتي. لازم يكون الوصف على قد هذا topic sentence. فهنا حيبدأ لازم يصف ما هي الحجرة، لماذا هي بهذه الأهمية عنده، وما هو عالم الخارجي. هل الأشياء التي يجدها في حجرته من الهدوء، من السكينة، من الراحة، أوكي، من الوحدانية التي تغني عن الضوضاء والمشاكل والصراعات في الخارج؟ لازم يكون في بالانس. فإذا you have to describe، نرجع مرة ثانية، the place، المكان، and the purpose and result. هناك purpose ثم هناك نتائج results لهذه. The campus of our school is like a small city. واضحة بناء، أو أول ما تشوف the campus اللي هو طبعا الكامبس اللي يقولوا له عليه مرات مركز الحرم الجامعة أو حرم المدرسة، يعني من الداخل. is like a small city. لماذا هو يشبه المدرسة أو بناء المدرسة بمدينة صغيرة؟ شنو حيقصد هنا؟ أوكي، في رأيكم أنتم؟ طبعا اليوم هدوء غريب، ما أفهم أنا ليش قصدي. إذا كان Yes, the campus. ممكن يقصد يا أستاذ دكتور من ناحية العدد، من ناحية okay. العدد ومن ناحية ممكن إنه عنده many facilities، ممكن Very عندهم yes. ممكن عندهم كافيتيريا، مكتبة، library. Like small yes. city, يعني. Yes, very good. والله صحيح. Maybe yes. crowded. Maybe crowded. Maybe they have many different places. Okay. Different types of students from different types, like a small city. فهنا هذه كل الأفكار، مجرد إحنا قرأنا التوبيك يجب أن نجد ما يطابقها في الديسكريبشن. لما يقول my campus like a small city، بعدين يجي يتكلم مثلا يقول يتكلم مثلا عن الجو حار والجو مش عارف بارد وكذا. إذا شنو دخل الجو الحار بسمول سيتي ولا الجو بارد بسمول سيتي؟ هنا يسموها irrelevant، ليس لها علاقة.
اوكي، اذا لازم يطورها باعتبار ان هناك كثير من الاولاد او البنات من عده مكانات، من ناس فقراء، ناس اغنياء، ناس طيبين او طلاب طيبين، طلاب اشرار، معناها تمثل كانها مينيتشر سوسايتي، مينيتشر معناها مجتمع مصغر محطوط في مدرسه. The cafeteria at lunchtime is the school's social center. هنا وصف يبدأ بال the cafeteria في وقت الغداء is the school's social center اللي هو المركز الاجتماعي. طبعا المدرسة اللي هي the cafeteria مدرسة طبعا تعلم، لكن لماذا هو شبه الكافيتيريا بالsocial center؟ معناه he's going to talk about what؟ شو حتكون النقطة اللي بعدها؟ To describe what؟ The student. Why social؟ كلمة social معناها؟ Because there is a lot of students. Lot of students and they talk to each other. They do communicate with each other. They exchange news. Yes. الأخبار. كل واحد في مرحلة، واحد مثلا في أولى رابع، واحد في أولى خامس، واحد في سادسة كذا. When they meet together, they exchange. So it's a social issue, like social media. هذا هو الديسكريبشن، ديسكريبتيف بهذا الشكل. نبدأ بالtopic sentence، هنتكلم عن السوشيال سنتر، and we are going to describe this social center. هيتكلم ممكن عن البوزيتيف students، negative students، good news، bad news، وأكيد لها ناسها، يعني أكيد هناك ناس ممكن متخصصين، أو ممكن درستوا كلكم في مدارس في ثانوي وكذا، هناك بعض الطالبات أو الطلاب شغلتهم اختصاصهم أخبار الإدارة، أخبار المدرسين والمعلمين، فلان يعرف كل شيء، اليوم عندهم اجتماع، اليوم عندهم مش عارف شنو، فتلقاهم ما أعرف منين يجيب أفكاره، لكن هو ما شاء الله محطة متنقلة. Everything happens in the, we say, inside this school, they know everything about it. لا يخفى عليهم شيء في المدرسة. فهذا يعتبرون هم اللي مركز الإعلامي. فإذا this is the way we do it. هنا راح نجي مثلا هنجي نطور هذه الجمل، يعني مثلا هنبدأ نزيد الديسكريبشن الوصف. مثلا هنشوف جملة تبدأ بجملة، ثم نأخذ جملة وصفية أولى نحاول نتخيل الجملة الوصفية الثانية. After my sister spends 2 hours getting ready to go out, her room looks as if it had been hit by a magnitude 5.5 earthquake. وصف مش طبيعي طبعا هذا. After my sister spends 2 hours getting ready to go out, her room looks as if it had been hit by a magnitude 5.5 earthquake. أختي بعد أن تمضي ساعتين أن تستعد للخروج في حجرتها تبدو بعد هذه الساعتين كأن ضربها زلزال 8.5 على مقياس ريختر. 8.5 طبعا يعني إذا وصلت الدرجة 8.5 معناها كل شيء مدمر. هنا الوصف لماذا استخدم الزلزال؟ Okay, to give you the description. يعني هي حجرة لكن تخيل ضربها زلزال 8.5 على ريختر. Okay, هنا you have to develop the description. انت وصفته معناه ضربها زلزال، معناه لا يوجد شيء في مكانه، قمة في الفوضى، الأشياء داخلة في بعض والأشياء محطمة بعضها وهكذا. طبعا هذا وصف في نوع من الإكزاجريشن، في من المبالغة. From the doorway, you see nothing but a mountain of clothes over the floor. هذه بعدك ما دخلت من الباب. You see nothing, لا تستطيع أن تشاهد أي شيء ما عدا كوم هائل من ال mountain. قال هو سماه جبل. Mountain of clothes, جبل من الملابس على الأرض. إذا هذا الجبل تشوفه من الباب. Okay. Then what's the next step? شنو اللي بعدها؟
أول ما بدأ هو from the doorway من الباب. إذا حنخش دخلنا we saw the mountain of clouds. طبعا هو exaggeration يبالغ باعتبارنا ضربها زلزال عنيف بهذا الشكل. Next step. أحد ممكن يصف شيء للدلالة على الفوضى وعدم الترتيب؟ نقدر نقول دكتور her makeup مثلا إنه not إنه everywhere in the room مثلا. So, we have clothes. أول ما بدأ بوصف ال clothes. Next شو نقول مثلا؟ طيب furniture. أنا بتكلم عن نقطة الميك اب. Okay, makeup. Okay. Oh, furniture. Okay. Okay. Where is the makeup? Where is the يعني أريد يشكو لازم يكون بفوضى. The makeup. When حاطة الميكب يعني. مثلاً. ماذا you can find the makeup. So you can mean that the makeup is everywhere. Yeah. Okay. So we can see her makeup. We say the boxes of makeup spreaded everywhere. Okay. Under the bed. Over the bed. And you can even find them in the bathroom. إذا كان حتى مع حمام هنجد حتى yeah. هناك. So هذا وصف للفوضى. هو بدأ بكلمة as if it was hit by an earthquake. فهذا الوصف هنا ينقلنا. Okay. The result. إذا بدأ وصل إلى C إلى result. النتيجة من هذا كله. إنه أختي لما تطلع ساعتين تبقى تغير بملابسها وكذا ثم يكون فوضى كوم هائل من الملابس في الوسط يغطي على كل شيء ثم الميك اب مرمي في كل مكان على الارض وعلى السرير وتحته وفي الحمام اريد الان في السي ذا ريزلت شنو الريزلت ممكن اقول انه هي في الاخير برضو كمان مي مقتنعه بشكلها Okay. عموما هذا وضع البنات okay, كلنا yes, yes, why not? Yeah. However, yes, despite all this, حتقول despite all the mishap and the time spent, she doesn't like the way she looks. يعني بعد هذا كله بكل الفوضى وبكل البهدلة, she even doesn't like the way she looks like. يعني هنا لخص انه لا يعجبها شكلها. نقدر نعطي نتيجة أخرى اللي هو عكس كلامك مثلاً إنه she will be late for the party. Okay, or she's always late, even though she's doing all these things, she's always late. إذا نتيجة هذا كله هي دائماً لا. The room is messy. Okay, Fatma, السيدة فاطمة تقول the room is messy. Okay, it's messy, لكن هو وصفها إنه ضربها زلزال. معناها هي messy, لكن أريد the result من هذه. إنه هي مثلاً, لكن هي دائماً مثلاً ممكن ترجع كل شيء إلى مكانه. مثلاً, نقدر نذكر كconclusion. She looks nice and she always promises to get everything back to its place. إنه دائماً هي صح تلخبط بهذا الشكل لكن دائماً تعد وتنفذ بيرجع كل شيء لمكان المهم النتيجة لا تكون description معلق يعني description إذا بدأنا description أعطينا إحنا topic sentence ثم استخدمنا signs اللي هي on the right, on the left, on, over the bed, under the bed, in the bathroom مثلاً وصفنا المكان أريد أصل إلى result. Okay. شوفوا الجملة اللي بعدها. The park near my house is full of activity on a sunny weekend afternoon. هنا description لمكان ثاني. Outdoor. The park near my house is full of activity on a sunny weekend afternoon. إذن هنا full of activity لكن معها شرط لما يكون sunny وعندي weekend afternoon معناه هناك شرط لا لازم يعني معناها ما عدا هذا مش شرطين ممكن يكون not full of activity
إذن ما الذي أحتاجه هنا؟ الوصف أول ما ندخل إلى البارك. أوكي؟ حتقول لي full of activity، شنو معنى الأكتيفيتي؟ لازم تشرح لي الأكتيفيتي شنو معناها. أوكي؟ لازم تشرح لي عشان تشرح كلمة full. The child play. Okay, children play. Okay, when you get from the gate or from the front gate من البوابة الرئيسية, you can see children playing. You can families. See, yes, many families. Yes, sitting with their children who are playing. Okay, in the playground and with each other. هذا أول مشهد activity. If you go further, if you take the right path, if you take the left path, هنا يجب أن تصفون signs اللي قلنا عليها الاتجاهات. إحنا في الحجرة قلنا inside the bedroom. هنا yes. When you take the right path, هناك ممر على اليمين. There is a pond. هناك عبارة عن بركة صغيرة. Then you have to describe with what. We لازم نقول full of activity. You can find the woman talking with other with. Okay, Munira, you are sitting and you have your echo, your sound echo, the echo of your sound. عندك صدى في صوتك ما أعرف قصدك كأنك المكان okay yes. So why you there is an echo, can you describe the place, ممكن تصفين المكان, can you describe, وعندي result, عندي purpose, عندي أسمع صوت صدى, then I have to describe it. Can you describe the place? Is it a big, is it a small place? Is it empty, is it full? Okay. Yes, big place and empty. Empty. How about the yes. ceilings? Ceilings, اللي هو السقف. Is it low ceilings? No, high. Ceiling, yes. Yes. Okay, so إذن هنا حنبدأ. As a result, كنتيجة, my voice has an echo. Echo. Yes. Echo. Echo معناها صدى. Okay. هذا هو الديسكريبشن. هذا هو الديسكريبشن بهذا الشكل. وهذا هو وصف بسيط جدا. Good. Okay. ننتقل إلى مثال آخر. My uncle's workshop is a model of neatness and organization. My uncle's workshop, يتكلم على his uncle's workshop. Workshop. Is a model of neatness. مثال الترتيب والنيت يعني نيت كل شيء في مكانه المحدد. Workshop طبعا ورشة. ورشة أكيد فيها عدد وفيها مواد وفيها كذا يعني لكن وأكيد حتكون فيها نوع من الفوضى لكن is a model my uncle's workshop ورشة مثال of neatness and organization. إذن I'm going to talk about what شنو حتأتي الجملة اللي بعدها you are going to describe شنو معنى neatness وشنو معنى organization. The tools are put on their places, on shelves. هذه كعدد. Organization, التنظيم.
يعني العدد في الرفوف فهمناها. اوكي تنظيم organization. If you look on the right side, there is the place, or there is a place, هناك شن حيحتفظ فيه؟ Where we say the materials are kept. Workshop نتكلم ممكن عن النجارة, a carpenter مثلا. مكان where all the wood is kept, حيث يحتفظ بالخشب. At the back, في الخلف الورشة, at the back there is we say a store, okay, to put, we say finished objects, اللي هي تكمل صناعتها. Yes. And there is a little room or there is a special place for the waste, اللي هي الأنقاض أو الفضلات أو كذا. And ممكن تصف أيضا, and also the floor, ممكن تصف الأرض, is very clean and shiny. Yes, clean and shiny to protect the workers from these materials. نعطي سبب لماذا هي الأرض نظيفة. Why? To protect the workers from these materials. أن نحمي العمال. فنعطي سبب. Purpose. هذا هو. This is the class. This is هذا هو اليوم خلاصة الدرس كله يعني بصراحة. Yes, ليس فقط أنه نصف المكان, لكن لازم نعطي the reason, purpose or result. أنا أركز على هذه النقطة, تحتاج إلى ممارسة من عندكم حقيقة يعني. لكن yes, حنجي الآن إلى مثال آخر. أوكي, حنبدأ هنا, حنقرأ هذا الباراجراف, يعني حاولوا تقرأوه, وحنبدأ نشوف هل هو مبني بناء صحيح, يعني هل في topic sentence, هل topic sentence تؤدي إلى developed article, هل الارتكل مشروح بشكل واضح. أوكي, ثم هل هنالك conclusion, هل هنالك شيء يؤدي إلى الخلاصة لهذا الكلام. The passage is my banana garden, عند حديقة موز أو أشجار موز. Okay, I'll give you 3 minutes, حاعطيكم 3 دقائق من أجل أن نقرأها ثم نجيب على الأسئلة الثلاثة. هل التوبيك سنتنس موجودة ومطورة؟ هل الشرح يشرح فعليا ما موجود ويبين الأسباب purpose and result؟ والنقطة الأخيرة, is there a conclusion, هل هناك summary أو conclusion, ملخص في نهاية الباسج. Let's do it. 3 minutes. عندكم 3 دقائق. Come on.
Okay. Okay. My banana garden. Now, سؤال الأول اللي سألناه قلنا هل the topic sentence behind my childhood home there is a large piece of land that is surrounded by banana trees growing in wild disorder. Okay. خلف بيته لما كان طفل كان هناك حديقة أو أرض كبيرة فيها أشجار الموز اللي يعني مشتتة. Okay. Growing in a wild, in wild disorder. Okay. هذه topic sentence هل تم شرحها بشكل واضح؟ كيف disorder؟ Yes. Yes. هنا يشرح بالضبط بعدها ثم بعد ما يشرح crowds of banana trees grow freely everywhere. إذن كلمة wild disorder يشرحها crowds مجاميع من الأشجار الموز grow freely everywhere تنمو بحرية في كل مكان. بعدين يشرح بالضبط لونها و... yes. يبدأ يشرح شجرة شجرة كيف شكل الأشجار بالضبط. Their الورقة. Green leaves yes are so thick that sunlight cannot pass through. إذن yes. يبدأ من من الكثافة الأوراق لا تستطيع الشمس اختراقها. ثم يصف ما تحت الأشجار. Underneath the trees moist. The ground is so moist معناه رطبة that wild mushrooms and plants grow there all the year round. إن هناك من ال من ال من الرطوبة. مشروم. مشروم اللي هو الفطر فطريات. نعم. Yes. تنمو طول ground. السنة. Okay. بعد ذلك ينتقل إلى. In yes. a center. لحظة. قبل ما ننتقل للجملة اللي بعدها شوفوا هنا the place. And result or the place and purpose. يعني مثلا لما قال هنا لما تكلم بس خلنا ناخذ القلم. Their green are so thick that sunlight cannot pass through. Underneath the trees, the ground is so moist. إذا هنا يتكلم عن أنه الأرض رطبة جدا. That wild بسبب mushrooms. No. Wild mushrooms grow there all year yes. round. معنى نتيجة الرطوبة. The result. 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 Yes. النتيجة أن هناك مشروم. هذا هو الترتيب الأكاديمي المطلوب. ليس فقط تقول إنها رطبة. Okay. نتيجة الرطوبة. إنها حارة. ساخنة. Hot. Dry. جافة. What's the result? فهنا يوضح كل جملة معها توضيحها البسيط. اللي بعدها in the center is a wild field. في الوسط هناك نوع حقل من حقل. حقل yes أيضا wild يعني بري. Where the children of my village often fly kites. الأطفال يطيرون الطائرات الورقية. إذا هناك الفيلد هذا الحقل yes طائرات ورقية اللي بالخيط يعني. Everything yes every evening just before sunset some birds arrive to look for a place to rest their tired wings. Wings. ينتقل إلى time آخر. Time تكلم عن الصباح. Before. قبل الغروب. الآن انتقل إلى زمن آخر. ويشرح أيضا before sunset some birds arrive. تصل الطيور لماذا؟ to rest. تبحث عن راحة لجان أجنحتها. التعبانة. يعني yes yes لماذا هذا قصدي purpose يعني تبحث عن أكل تبحث عن طعام تبحث عن عن فيلم تتفرجه تبحث عن شخص تتحدث إلى no المهم عندي purpose السبب مذكور الغرض yes they want to land in the dark banana garden but the banana leaves are too wide to be made into nests they want to land تحب هذه الطيور أن تنزل أو تعشش لكن لأنه الأوراق عريضة لا تستطيع أن تبني العش عليها. Okay. The birds ثم الريزلت النهائي هنا. The birds
cry out and then fly away seeking a better place to nest. ثم تبدأ بتغريد أو التغريد بصوت عالي cry out. cry out معناها يعني يمثلها كأنه زي مثل صرخة, صرخة غضب أو صرخة عدم رضا, لأن لا تستطيع أن تعشش, لا تستطيع cry out تصيح صيحة واحدة and then fly away seeking better place to nest. ميزة هذه الباراجراف كل جملة يعطيها تعريفها وسببها. جملة سبب, جملة سبب. During the rainy season, لاحظوا هنا موسم المطر حينتقل إلى جهة أخرى. شوف هذه الجهة الثالثة على فكرة. الأولى تكلم عن الأشجار وكيفية عدم دخول الشمس. لا يصف 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 موقع موقع موقع. الوصف الأول عدم دخول الشمس نتيجة الأرض رطبة نتيجة وجود الفطريان. ثم تأتي الطيور لتجلس أو لتكون لها عش أو كذا, لا تستطيع لكذا, ثم تذهب غاضبة. ثم يأتي during the rainy season, هنا وصف آخر بمشاعر أخرى. During the rainy season it rains for days and days and banana leaves become glossy and slick. glossy نتيجة المطر تبدأ مثل تتلاصق وتصبح زلقة. The rain also makes the banana garden produce a very strange melody. إذن هنا نغمات. Yes, أنغام, strange melody. غريبة. Yes, يعني نوع من الموسيقى الغريبة. Yes, I on rainy days I used to sit near my window and listen to this wonderful song. إذن هنا يحدث في ذلك الأيام الممطرة كان يجلس ويسمع لصوت لهذه القطرات. لماذا؟ الآن سيتم الربط مع الجملة الأخيرة. Now هذا كله كان وين؟ هذا كله كان في الباست. كله في الباست. كل الأحداث الباست سينقلها مثل صاحبنا اللي كان يتذكر طفولته في ذلك البيت المعتم ذو الستيرز اللي لها صرير وصوت وهناك سيدة تنتظر دائما في نهايته, ثم ربط الآن. هذا الشخص يعمل نفس الأسلوب. هذه مقدمة من أجل أن ينهي الشيء بشيء which is present time. Now whenever I hear the plop 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 of rain drops, طبعا أعطاها هذه يسموها onomatopoeic sound. onomatopoeic أي يعطي الصوت يعني الشيء من اسمه plop 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 معناه صوت الماء, يعني كأنه يعطينا صوت طرق 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 صوت الماء أو عندما ينزل صوت المطر. This is called onomatopoeic يعني كنوع من الاستعارة محاكاة. نعم. Raindrops on the roof of my small tidy apartment, okay, in the city. I remember the beautiful wild banana garden of my childhood. هذا كله يسمع وين؟ On the roof of my small tidy apartment. تشقتي الصغيرة. شنو هذه المعنى؟ شنو هذه الإشارة؟ لماذا الإشارة؟ شنو معناها هذه؟ متأسف ممكن. متأسف طبعاً. أصبحت حياته ضيقة. أصبحت حياته محاطة بجدران, جدران شقة في مدينة كبيرة. وتايدي أيضاً هي small and tidy. ضيقة. ضيقة. وين الأيام الحرية؟ وين أيام الحركة؟ وين أيام الطفولة؟ لما كان هناك هذا الوسع الهائل إلى هذا المكان الضيق. هل هذا conclusion now whenever هنا whenever أينما I hear حينما I hear the plop 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 of raindrops on the roof of my small tidy apartment in the city I remember the beautiful wild banana garden of my childhood. Yes. هل هنالك؟ يس. إذا شنو خلاصة القصة هنا؟ تذكر يعني يحن إلى صوت أيام الماء. صوت المطر يذكره بال
لا يحن. مش ليس فقط صوت المطر لا, لا يحن الى حياه هو يحنين الى ايام previous life يحن على الوقت اللي كان اوكي هذا شنو يسموه في الانجليزيه يسموه نوستالجيا نوستالجيا شعور الحنين الى الماضي nostalgic feeling or nostalgia اسمها نوستالجيا اوكي هذه النوستالجيا تاتي ممكن تتسافر وفجأة كبرت وصرت طالب في كلية وكذا أو صرت موظف مهم أو كذا وفجأة تلقى أطفال يلعبون في الشارع تتوقف للحظة وتتمنى تتذكر أيام أنه نرجع نلعب في الشارع مثل ما كانوا يلعبون مثلا يس أو الآن إحنا عندنا سوبر ماركتات ضخمة وعملاقة وفيها آلاف البضائع لكن في لحظة ما تتذكر ذلك الدكان أو صاحب البقال الصغير اللي هو جنب البيت اللي كان يبيع الحاجات التافهة البسيطة لكن كانت إنه كأطفال كانت حاجة مهمة يعني إنه تأخذ فلوس وتروح تشتري بنفسك وترجع يعني yes. هذا الفيلينج مهما الآن أنت عندك ممكن كريدت كارد ممكن تخش إلى سوبر ماركت في عشرات الآلاف البضائع آلاف من البشر لكن ليس بجمال أنه تمشي لهذا الدكان بالذات وتأخذ آيس كريم أو تأخذ بك قطع الحلوى مثلاً مهما كان صناعتها لكن هذه هي أنه you have money to spend عندك بعض القروش أو الكذا في يدك أنه تصرفها المهم تصرفها وترجع بهذا الشيء اللي anyway هذا الكلام الآن أمامكم صحيح هو يتكلم على البنانز بنانا قال كذا لكن this is they we say the hierarchy of organization of academic writing hierarchy معناه التراتبية بدأ من المين ايديا topic طور التوبيك وضح التوبيك وضح the purpose and result وضح لي الغرض والنتيجة نتيجة طبعا with examples لو تلاحظوا لو نعطيكم مثلا تقرأوها مرة ثانية هتلقون عندي أكثر من 10 أمثلة استخدم crowds بنانا استخدم crowds معناها مجاميع استخدم green thick أعطى example أعطى sunlight cannot get into أعطى children أعطى kites أعطى اللي هو moist rain yes هذه كلها أمثلة الفانجاي اللي هي الفطريات glossy and slate yes هذه كلها examples تساعدنا أن نتخيل أو نستوعب القصة. السبرين. Yes. حتى الصوت هنا استخدم استعارة بارعة اللي قلنا اللي هو الكلمة التي تشرح الصوت الحقيقي. يعني نقول بوم. مونوتوبيا. Yes. Yes. أونوموتوبويك اللي هو البوم صوت القنبلة مثلاً. Okay. Ticking صوت الساعة. يقول التيكينج. اوكي بها كليكينج ايضا ولهذا فتاتي اصوات نوكينج الطرق مثلا بهذا الشكل فهذا هو استخدمها من اجل ان يصف حالته الاخيره اللي هي يعني بارادوكسيكال معناها نوع من التناقض الكبير ما بين الحريه في الماضي والضيق والحصر على الماضي في الحاضر anyway ان شاء الله عجبتكم هذه البانانا ليفز دكتور نعم دكتور هو ليش استخدم ما 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 كتب بالباست تنس لاحظت يس منو اللي يتكلم منو اللي سأل سؤال بس أرد أعرف الاسم منو نادية ممتاز نادية اوكي مس نادية اوكي نايس تو سي يو اجين بيهايند اوكي نادية سألت سؤال مهم جدا لماذا لم يستخدم الماضي كما استخدم صاحبنا لوصف الدرج مثلا في البيت استخدم المضارع yes. لماذا صاحبنا في القطعة السابقة وصف الماضي ثم انتقل إلى الحاضر هذا لا كلها الأزمنة في الماضي there is okay The Tibai tree is growing, yes. That land that is surrounded. Grow, yes, the green leaves are.
كلها في المضارع مضارع مضارع. لماذا؟ هناك سبب على فكرة. custom facts yes yes يتكلم عن حقائق. حقائق يتكلم عن حقائق، لا يتكلم عن حدث الزمني وقع وانتهى. My house was next to a very big banana garden. It was wonderful. The rain was... لا لا لا، يتكلم عن ليس زمن، يتكلم عن حقائق facts. فكحقيقة هي إلى بالمضارع إن كانت قبل 50 سنة 20 سنة 30 سنة هي حقيقة. حقيقة yes. حقيقة. هذا واحد، هذا التفسير الأول. الثاني الثاني maybe the garden is still there. ممكن تشوفوها من السطر الأخير. الثاني إنه memorize memorize. لا participle clause maybe use. No. He is living now in the city, right? Now yes. He is in the city. And his house of his childhood is still there next to the banana garden. بيته القديم ما زال جنب yes. يعني حديقة البنانة لسه موجودة. 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 وهو الآن مش موجود فيها، موجود في مكان آخر بعيد عنها. وهذا الشوق يهز إلها ويحاول إنه يستذكر ويسترجع ماضي الحرية. حتى الطيور كانت تأتي بشكل حر وتذهب بشكل حر. It's in the village because he said that the children flew the kites. The children of his village. Yes, yes. يعني هنا where they often fly. Village often. لاحظي هنا كلمة often fly معناها عادة ما يطيرون الطائرات، معناها يتكلم. فهنا انطباعي كيف نفهم هذا الشيء في السياق؟ طبعا السياق إذا الكاتب قدم تعريف عن نفسه، يعني إذا كان الكاتب مثلا نقول مثلا سامويل جونسون مثلا، أو نقول مستر هنري بيكر مثلا نقول هنري بيكر قصة حياته أنه ولد في هذه القرية والقرية موجودة الآن، لكن هو الآن يعمل كمحامي، يعمل كمهندس، يعمل كمدرس، يعمل كتاجر في المدينة الفلانية. معناها القرية موجودة ومكان المكان الآن موجود أيضا، أو يعتبرها صورة حية عنده في ذاكرته رغم تقدم السنين، رغم تغير الأحوال. ممكن هذه القرية لم تعد موجودة، هذه البنانز كلها تم قطعها وتحويلها إلى عمارات ولا بيوت، لكن هي حية في ذاكرته، هي حية في تفكيره. هذه طبعا صورة بلاغية أخرى، أن تبقى الصورة بهذا الشكل. يعني في ولو هو يعني مثل يضرب ولا يقاس. هناك القصيدة في الأدب الإنجليزي، أعتقد لجون كيتس، أعتقد لكيتس، يتكلم عن شاب أو عن رياضي مرسومة صورته على جرة من الجرار، اللي هي جرة من الجرار مرسومة من العهد اليوناني القديم. شنو من رسمة؟ هذا الشاب كان بطل رياضي، وأثناء فوزه فاز في إحدى البطولات في حينها، فتم رسمة على هذه الجرة. بعد بفترة مات الشاب، مات يعني في القصة الحقيقية، فبقت صورته مطبوعة وين؟ على هذه الجرة. فهو يقول لك It is present. صحيح هو مات، لكن بقى حيا على هذه الجرة، بقى ذكراه على هذه الجرة، لم يمت. الحدث توقف عندما انتصر في ذلك المسابقة الرياضية، توقف الزمان وبقى منتصرا على هذه. طبعا هذه كنوع من ذاك أدب، يعني هذا أيضا نوستولجيا من عندي، أنه رجعت إلى أساسي الأول. أول ما بدأت دراسة اللغة كان في الأدب الإنجليزي، لكن تغيرنا للغات وأصبح من الماضي. لكن هذه هي الفكرة، to freeze time. هنا صاحبنا يحاول، ممكن to freeze a moment of time، أن يجمد لحظة في الزمن، تبقى مضارع بالنسبة إلى الشجرة لسه باقية، العصافير تذهب وتأتي كل مساء وتذهب منزعجة، الأطفال يطيرون الطائرات، هنالك عثة وهنالك بعض الحيوانات أو نتيجة الرطوبة
بعض الفطريات. هنالك ايضا يعني في المطر تطلع نوع من النغمات من الموسيقى من نتيجة القطرة الكبيرة وانزلاقها تنزلق من الأوراق الزلقة كالعريضة. هذا كل لسه وقف هذه اللقطة من أجل أن يصل. فهذه كتابة بارعة، رغم على فكرة يعني ممكن بها جملة واحدة مركبة كلها simple structures, all of it consists of simple structures، لكن عندي يسموه task response الاستجابة عالية، الcoherence cohesion الفهم والربط عالي، الفوكابولاري مقبول باعتبار يغطي الموضوع، لكن الجرامر أبسط شيء هنا الجرامر، أكثر شيء he used predominantly is و are، أكثر حاجة is والار استخدمها والمضارع البسيط، لكن بغرم هذا قدر يوصلنا إلى معنى متقدم. فإذا الفكرة من الموضوع يا شباب نستطيع أن نبني article، نبدأ بparagraph، نستطيع أن نبنيها بناء متقدم، purpose المين idea موجود، development موجودة أيضا، okay vocabulary اللي تدعم موجودة أيضا، وshowing purpose، هذه الباسج مليئة بالpurposes يعني بالنتائج، أطفال يلعبون، مطر ينزل، فطر ينمو، طيور تغني تغرد، المطر يصدر صوت كأنه موسيقى، هذا كله ثم يصل إلى الباربس الأخير الشعور بالوحدة والشعور بنوستالجيا اللي قلنا الحنين إلى الماضي، حنين كله مع جرامر بسيط نستطيع أن نصل إلى مستوى متقدم. هذا متقدم يعتبر كمعنى لكن كجرامر is very basic. فنستطيع إذن بعدين في المستقبل عندما نصل إلى الجرامر المتقدم نجد أنه ليس هي متقدم أو متأخر أو بسيط أو صعب، لا، الفكرة هل هي موضحة؟ yes. fully developed؟ yes. well supported؟ well supported، أي مساندها أو مساندها بشكل ممتاز؟ yes. ولا واحد بكم حس بالambiguity، ولا واحد من الطلبة اليوم حاضرين الحصة حس أن هناك نوع من ال ambiguity. شنو معنى ambiguity؟ من الغموض، لا أبدا، لا يوجد. أوكي، أحد عنده أي سؤال؟ أحد عنده أي سؤال؟ أحد عنده أي سؤال؟ لا يوجد سؤال؟ أوكي، فقط أحب أنه أشكركم على حضوركم اليوم أيضا، مش الوقت بسرعة حقيقة، بسرعة يعني كنت مستمتع أنا حقيقة بهذا الموضوع، إن شاء الله أنتم أيضا استمتعتوا به كفكرة يعني. سنستمر إن شاء الله في الحصة القادمة بإذن الله أحيانا الله، إن شاء الله راح أبدأ ممكن نأخذ براكتس بسيط كمثال ثم أنتقل إلى الموضوع الآخر الذي هو حيكون في الشابتر رقم 5 إن شاء الله، هذا هو، لأنه الـ writing process حنعمله كرفيجن ثم ننتقل في الأخير إلى هنا logical division of ideas. من هنا راح نبدأ باللي يسموه الابستراكت نوليدج، أي المعلومات الحسية، الأشياء المعنوية التي لها علاقة في الكتابة، أوكي، اللي هو logical division of ideas، تقسيم الأفكار بطريقة منطقية أو التقسيم المنطقي للأفكار. هذا هو عصب الكتابة، أي نحتاج إلى أفكار ثم نجعل منها عبارة عن paragraphs وأساي ومقالة وأطروحة وإلى آخره، المفروض الفكرة أولاً. فهنا راح نخش شوية، نبدأ الموضوع تبدأ تخرج من الأشياء المباشرة إلى الأشياء الحسية، فتحتاج إلى حضور إن شاء الله، وأتمنى أنكم تستفيدوا من هذه السلسلة، ومثل ما قلنا إن شاء الله النية أنه أنتقل بكم إلى حتى المستوى المتقدم، والمستوى المتقدم لن يكون اسمه متقدم لكن هو كمبدأ، المهم المبدأ يكون صحيح، تفهمون المبدأ والتطبيق، وكل شخص حسب
إمكاناته، كل شخص حسب استيعابه اللغوي، كل شخص حسب نوع دراسته. المهم القاعدة الصحيحة. هذا الغرض كلها من هذه الدروس إن شاء الله السلسلة، إنه to put you on the right we say path، نضع الطالب على الطريق الصحيح أيا كان اختصاصه، المهم يصل إلى هدفه إن شاء الله. أشكر حضوركم وأتمنى إن شاء الله أنه عجبتكم هذه الحصة اليوم. شكلكم عجبتكم بتاع البنانة، هذه بنانة كانت ممكن تتذكرون فيها طفولتكم أو كذا، وإن شاء الله ألتقيكم على خير في الأسبوع القادم. إذا أحد ما عنده أي سؤال أقدر أنا يعني مثلا ننسحب؟ لا يوجد أي سؤال؟ أوكي، لا يوجد سؤال، كل شيء واضح يا دكتور، ألف شكر. الحمد لله. أوكي، بس نشوف حاتم موجود ولا لا. حاتم، شكله حاتم اليوم طلع، حاتم مش موجود. إذن أنا شكراً يا دكتور. متى لنا الحصة القادمة؟ يعني الحصة كل جمعة، احنا هذه كل يوم جمعة وضعناها أنه تكون مستمرة إن شاء الله كسلسلة، وحتنزل على اليوتيوب برضو، حعمل إعلان على اللينك المسجلة يعني كمحاضرة مسجلة إن شاء الله. يعطيك العافية، شكراً لك. الله يعافيكم، أهلاً وسهلاً، مع السلامة.